إذن خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات داخل ارض وطن وخارج ارض وطن، كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الحلقه الثالثه من حلقات فريوي النصر. هاد الشخصيه المثيره للجدال كل نهار كطلع لينا حقائق، كل نهار كطلع لينا مستجدات على هاد الشخصيه المثيره للجدل اللي بطبيعه الحال كتبين العموم بانها كدير الخير. والغريب في الامر بل هو الخطير بان ذوك الشخصيات اللي كيدعي بانهم كيمشي كيدير فيهم الخير كينوضوا هما نفسهم كيشهدوا شهادات منافيه لذاك الشيء اللي كيقول هو في الفيديوهات ديالو. فاليكم الاخوان ضحيه جديده من ضحايا ديال هذه الشخصيه هذه اللي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو. انا الاخ ديال عشاب حميد اللي توفات ليه السيده ما هي والوليد وبقاو جوج بنيات وليد. مني توفات جبناه من السبيطار، جبنا الوليدات، ما كناش لاقين باش نجيبوا التحك ديال الحليب. مشينا نتقدم عند السيده من الصيدليه، طرحت علينا الفكره باش نديروا نداء، اتصلوا بنا المحسنين الله يجازيهم بخير كله باش تعاون معنا بالقليل بالكثير، ليكوش الحليب الحوايج اللهم لك الحمد. واخا كاين اللي كيعيط غير يسول على الوليدات الله يجازيه بخير. كنتفاجئوا بالسيد يوسف زروالي اتصل بالسيده بغا قال لك شي وحده بغا تعاونه، كتسكن في جديده بغا تعطيه السكنه وبغا تعطيه تخدم وهو ما قاريش. قلنا ليه يجي يشوف الحاله، هو ما جا عندنا ما شفناه ما والو غير اتصل قال لك السيده غتعطيه السكنه وتخدمه وتهز ليه الوليدات وتجيب ليه مربيه. حنا قلنا ليه ماشي مشكل، حنا ما كرهناش اللي يتعاون معانا، جي وشوف الحاله. وديك الساعات حنا ديك الساعات حنا بغينا غير يتساعد معانا، حنا فاتحين الباب لاي واحد اللي جاي يشوف الحاله. الناس من الخارج صيفطوا العائلات ديالهم، درنا ابيل فيديو العائلات جاوا شافوا الحاله، يعني الناس درنا نداء في دوزام. هو هز الفيديو ديال دوزام، ما عندوش حق بعدا يدير الفيديو ودار لايف وبدا كيتواصل مع الناس وكيقول لهم انا لقيت اللي غيساعد هاد حميد، السيده غتعطيه وغتسكنوا هذا وهذا. حنا ما شفنا حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه اللي كيعتمدها هاد الشخصيه المثيره للجدل. فهو كيمشي لهذوك الحالات اللي كيكونوا دايرين البوس ومسلطين عليهم الاضواء وكيخرج على اساس بانه هو ذاك البطل الشجاع البطل المنقذ، وانا اللي غنقود هذه الحاله وانا اللي غادي نوقف معاها. ومن طبيعه الحال كما لا يخفى علينا كيحط الرقم الهاتفي ديالو ورقم الحساب ديالو باش يولي هو اللي كيجمع التبرعات باش يدي الفتات لهذيك الحاله وكيضرب الحصه الكبيره للجيب ديالو. حتى شي حاجه ما شفناها، هو ما جاش عندنا ما شفناهش كاع نهائيا، وبدا كيعطينا شي حاجه في الخيال. قلنا ليه جي، حنا ما كرهناهش، شنو بغينا؟ حنا بغينا غير يساعد هذا السيد في شي سكنه باش يتسر هو وليداته، انا ما غاديش ندوم ليه. هو كيقول كاد السيد غادي تسكنوا تيكبروا وليداته، حنا ما شفناهاش، كنا غير شفنا كيهضر في الخيال في الخيال. ودار لنا اشهار ووسخ السيده السمعه ديالها ديال الصيدليه اللي كتعاون معنا الله يكثر خيرها. كون ما هي ما كناش حنا غنوصلوا لهذا الشيء، حك ديال الحليب ما كانش عندنا. تعاملات معنا الله يجازيها بخير الله يكثر خيرها، اختنا وجارتنا 14 عام وحنا كنعرفوها، هي مولات الفكره، هي اللي وصلتنا للشيء اللي حنا اللي فيه. هو ما كيقدرش يجاوب على التليفون، كان عنده تليفون طاح ليه في الماء، ما كيقدرش كيفاش يهضر، ما كانش كيدير تيهبط. ثلاثه الوليدات بوحدو كيضل معاهم، انا كنضل في الخدمه. هاد السيده اللي جا عند الفرماسيان كتجي فوق الخدمه كتجيبهم للدار كيشوفوا الحاله، اللي في الخارج اللي في المغرب كل شيء، يعني داك الشيء موثق. الا صيفطوا الناس شي حاجه عندها تواصل باي حاجه. في داك النهار كنتفاجئ به، عيط ليا قدم ليا راسو قال لي انا يوسف الزروالي، انا على نيتي. قلت لي كنتشرف بالمعرفه ديالك صافي، في بليزير زعما عيطتي ليا. بقينا كنهضروا، قال لي راه كاينه واحد السيده في الجديده اللي غتعطيه السكن وغتخدمه في الخدمه ديالها وعندها محل اخر وغتعطيه هذاك السكن وغتجيب ليه مربيه، وهذاك السكن غيبقى فيه حتى يكبروا الدراري. هذاك العرض اللي هو دار، هو اصلا راه ما جاش وما شافش الحاله. هاد السيد كنتفاجئ به من بعد فاش يلا عيط ليا، ما كاناش 5 دقائق لاح لايف قال بان راه لقى لهاد السيد الحل. انت سيدي لقيتي لهاد السيد الحل؟ واش انت جيتي عنده؟ واش شفتي حاله؟ واش عينتيها؟ راه ما جيتي. هو بلا ما يشوف الحاله فقط كيشوف الحاله دايره البوز باش يركب على الموجه، او بما تسمى بطريقه اخرى الركمجه، يعني كيركب على الحداث. كما شفنا مؤخرا دار واحد فيديو على ديك السيده ديال اللي تغتصبها داك الحيوان البشري حنان، والام ديالها اللي خرجت بتصريح ودارت هو يربز. فهو ثاني خرج باش يركب على داك الحادث ودار فيديو كيقول باننا كلنا امنا حنان، ولا مشات بنتك حنا ولادك، حنا غنوقفوا معاك وغنساعدك وغنديروا لك وغنديروا لك وغنديروا لك باش يكسب تعاطف
ديال الناس ديال الجاليه المقيمه على برا، ويصيفطوا ليه الفلوس من طبيعه الحال في الكونت بونكير ديالو، ويضرب الحصيصه ويهبط هنا للمغرب ويجبد واحد 10000 درهم ولا 15000 درهم ويعطيها ليها، وبطبيعه الحال ما خفيه كان اعظم من الفلوس صحيحه راه تضرب الجيب من طبيعه الحال. ما شفتيش كاع الحاله نهائيا، كنتفاجئ بك كتلوح واحد الفيديو ديالي ديال دوزان. انت ما عندكش الحق باش تلوح باش دير التشهير ديالي وتقول نصابه وتحط في لاباج ديالك واحد الروسي. هذاك الروسي اللي حطيتي، هذاك الروسي انا راه عندي، انا غادي نجبدو دابا نوريه، وكتقول نصابه. فاش نصبت عليك؟ انا ما نصبش. انت بغيتي تدخل على الخط وما بغيتيش شي واحد يكون معاك، هادشي علاش انت هي كتقول نصابه وما عندكش اثبات ودليل باني نصابه. كنتحدى اي واحد اللي هو صيفط شي حاجه وما كاينش الروسي ديالو. ما يبقاش فيك الحاله. لا لا، ماشي هي انت الضحيه الاولى اللي كيقول على نصابه. فاي واحد كيعارض هاد الزراويل هذايا كينوض كيسبو وكينعتو اقبح الصفات وكيقول لي نصاب شفار. علاش؟ لا لشيء، اما حيت عارض السياسه الزراويليه. السياسه الزراويليه اشنو كتقول؟ نعطيك الفوتات وغتقبل بهذاك الشيء اللي غادي نعطيك وغادي تضرب طم، سينو الى نطي ضدي فانت اكبر خائن واكبر شفار، وانا حلفت بالرسول والله يبارك في عمر سيدي وعاش الحموشي ومريضنا ما عنده باس. هذه خطه معروفه كيديرها الناس، صيفطوا القليل وصيفطوا الكثير، وكيقول لك لان اللي كيعطي الصدقه راه اللي ما كتعرف لي صرا شنو كتعطي. ما كيديروا الصدقه وكيبداو يتصوروا بالفلوس حداهم ويقولوا حنا عطينا قدا وقدا ولا عطينا. وانت بالسبت كتقول لي انت واش فاعله جمعويه؟ انا صديقه العائله والحي كله كيشهد بها. نجيب الكبير والصغير غادي يشهد، شي داك الدري الصغير غادي يشهد باني مرا طيبه وما كناكلش ديال عباد الله، وما غنجيش نتصور مع الناس ونحط لهم الفلوس ونقول لهم هاكو. انا اللي كيجيب شي حاجه راه كيجيبها، راه الناس جاوا ما بغاوش الاسم ديالهم يتذكر نهائيا وخارج المغرب، وعيطوا لي وقال لي احنا ما باغينش الاسم ديالنا يتذكر، حيت عطينا الصدقه صدقه لله لدوك اليتام. انت اللي كتقول نصابه، انا بيني وبينك القضاء ودرت بك شكايه، وها هي الشكايه عندي باش غادي القضاء هو اللي غادي يحسم بيني وبينك باش نعرف فيش في اشنو هي الحاجه اللي انا نصبت عليهم فيها هاد الناس. حتى هذه لاله ماشي هي الاولى اللي تقدمتي بشكايه ضده. فكما كيبان لكم الاخوان كاينين بزاف ديال الشكايات، كما كتبان لكم هالشكايه هذه. اللي في 2015 تقدمات بها واحد السيده ضد المسمى يوسف الزروالي، قضيه ديال النصب والاحتيال والسرقه. ولكن الغريب في الامر بانه ودي كاين كم هائل من الشكايات ضد هذا المسمى الزروالي، ولحدود الساعه لم يتم الزج به في السجن. لهنا اللي غيخلي لنا القوس مفتوح، علاش بالضبط هذا الشخص وهذا الوابل ديال الشكايات ضده ما مشوش في الحبس؟ هالي غوسي هاوما كاينين كلهم، ما كاينش شي واحد اللي هو صيفط شي حاجه وما كاينش الروسي ديالو. عاد كيعير كيعير كيقول لي هذيك العاهره اللي دوزتي، قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل. هذيك السيده راه اختو، قال لي ماشي اختو، قلت لي اختو. بقى كيهضر ويقول لي ما تقول لي لا ولدي لا والو. انا كنقول لك ولدي من باب الاحترام. ايه انا شيبانيه، انا داخله سوق راسي متقيه الله وعندي وليداتي ومحترمه نفسي، وما علمونيش والديا باش نعير شي واحد باش تقول لي انت الله ينعم. انا والدي مربيني احسن تربيه، والدي شرفاء، والوالد عندي الناس كتعطي به المثال كتضرب به المثال باش انت تجي تقول لي نعل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نفس السيناريو نفس الفيلم كيتكرر مع الضحايا ديال زراويل. فاي واحد كيخرج على الطوع ديالو كما قلت لكم الاخوان فكيخرج كيبدا يسب فيه وينعل ليه في الوالدين. هذه مرة مسكينه قد الام ديالك تقول لها سيري الله ينعل لك الوالدين. فينين حلمت بالرسول وان تنصروا الله فلا غالب لكم والله زرع في قلبي الخير. واش شي واحد في قلبه الخير كيعير عباد الله بحال هكايا؟ لا لشيء، ما حيت عارضوا السياسه الزراويليه. ها صافي كتبان لك القديمه فيها ما يطلب بق ما كاين ما تضرب بق شرق بق تبع في عباد الله سبان. وان شاء الله الرحمن الرحيم الله يمهل ولا يهمل ما تنساش، وان الله على شديد العقاب. اتونسيون 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 اتونسيون. انا الوالده ديالي حشومه باش تعيرها مرا كبيره قد الوالده ديالك ولا قد ما تعيرهاش تقول لي انا قد الوالده ديالي. ما تقولش لي ما تعيرنيش. السي يوسف الزروالي بغيتي تبقى في التيران بهذا المصطلح اللي تقول لي حيدت لك رضيضيعه. انا ماشي شفاره وماشي نصابه، بشهاده الجميع بشهاده الناس اللي هما بعاد من الحي
الا انت كنتي بغيتي تبقى انت هو الوسيط، انا الناس راه كلهم حاضرين، ها السيد حميد ها هو كاين، ها حسنة كاينه، يعني انا ما غنجيبش فلوس ونبدا نحسب قدام الناس ومنين يخرجوا ندير ليها الحا ونحيدها. اللي ما بغيناش وشي ولا كلشي عاقل، كدير هذيك اللعبه كتحط فلوس في الطابله كتصور بها، كي تكمل التصوير كتجمع الحصيصه كضربها لجيبك وكتلوح شي بركه لدوك الناس اللي كتصور معاهم، ومن طبيعه الحال بلا ما ينوضوا دوك اللي كيبقاو يطبلوا ويغلطوا علاش سي زروالي هو دايره بحالو وعاون الناس، راه ما كيعاونش الناس، راه كيدمر الناس، راه ما تكونوش دوك سلاك ولا كلاب حتى للدرجه طبلوا عليهم باش تصيفطوا لي نتوما، راه كتبت كومونتير داك زوينه خويا زروالي باش يلوح لك 500 درهم ولا صيفط لك 300 درهم في العيد، ما تبيعوش الضمير ديالكم بوالا الاخوان، انتوما كتشوفوا شي حقائق، هادشي راه ما قلتوش انا، راه ما جايبوش من راسي ولا صنعته من واحد الخيال ولا هادشي، راه ناس وقع الضحايا ديال هاد الشخص هذا، اشنو غيخرج يقول لينا تاني؟ لا ماشي انا، هادوك ما مزيانينش، هادوك نصابه، ديروا هادوك نصابه سيدي نكملوا الفيديو. انا راه كنجيب لهم التواصل كيف ما كتجي الحاله، عندي دي زوديو كنقول لهم، كنعيط لهم كنقول لهم فلان صيفطات من داخل المغرب او خارج المغرب قدو قدو، كاينين لي زوديو اللي هما كي لي زوديو اللي هما دلائل على هذا الشيء اللي كنقول، وها هما يا كلشي تواصل لي روسي ها هما حتى هما كاينين، وراه الناس راه باقي انت السي زروالي باش نقول لك واحد الكلمه، انت راه ما يمكنش غتحبس لي رزقو، راه الارزاق بيد الله وداك الشيء اللي مقسمو ليه الله راه غيجي سواء بغيتي ولا كرهتي، راه رزقو عند الله سبحانه وتعالى، وراه الناس باقي كيعيطوا، وراه السيده حاليا اليوم راه صيفطات 5000 درهم قالت لك باش يديروا العقيقه، ها هي الفلوس ديالها وها الروسي ديالها، صيفطات قالت لك هذه باش يديروا العقيقه، السي يوسف الزروالي اللي كتقول نصب، الناس ملي كتبغي دير الخير ما كتبغيش تصور به، راه كدير الخير الناس الا بغيتي دير الخير ما تعاودش تصور مع شي واحد وتبقى هذا عطيته هذا درت، الا باغي دير الخير جي عطي وبينك وبين داك السيد ما تبقاش تشهر به هذا عطيته ولا ما هذا عطيته، والنهار اللي جات شوف تيفي صورت معنا راه درنا النمره، راه ما بقاتش جات شوف تيفي كتقول لينا شحال عطاكم المحسنين شحال جمعتوا، كيف ما كتقول انا مرا شيبانيه قد امك، راه حشومه تشهر وما عندكش الحق تشهر بالصوره ديالي وبلا فيديو ديالي وتبدا تقول هذيك السيده نصابه، راه بنت عائله هذه اللي كتهضر معاها، راه ماشي نصابه، بنت عائله محترمه وعائله نيت، وبيني وبينك القضاء هو اللي غادي يشوف، انت القضاء هو اللي غادي يحسم بيني وبينك. الاخوان هذه كانت قدامكم حقيقه من الحقائق ديال زريوين النصاب اللي كيستغل الحالات الانسانيه وكينصب عليهم بالطريقه ديالو الخاصه، فانا الاخوان ما تقولوش يلا وعنصب ودير بحالو، راه ما نغطيوش الشمس بالغربان، فشنو هي نصب ودير بحالو؟ واش ساهله عندكم؟ واش ساهله عندكم مثلا ندير اعلان ديال حاله انسانيه نجمع 10 مليون ندي ليها مليون نتصور معاها ونضرب 9 مليون جيبي، الا كانت عندكم الاخوان المساله العاديه راه خاصكم تراجعوا ضميركم، راه خاصكم تعاودوا تراجعوا الضمير والقيم ديالكم، عارفوا شنو كتخرجوا من فمكم، وانت اللي كتقول لا هادشي ما كنديروش باش نجمع الفلوس كنديرو هادشي قلتيه في لي زانترفيو خرجي فيهم باش نمشي لجنه الفردوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاخر راه مجي لجنه الفردوس حاشا السامعين، انت باش غتجي لجنه الفردوس باش باكل اموال السحت، انت لا بغيتي دير الخير كما قلتي وباغي يطلع لجنه الفردوس غتمشي اخويا عند المحسنين وغتمشي عند الحاله الانسانيه، وملي تخرج في اللايف عطيني كوردوني ديال الحاله الانسانيه، علاش غتجمع لنا انت؟ انت واش الباي بال تاع بنك المغرب بي ام سي او علاش غتجمع لنا انت بالضبط الفلوس؟ ها سيدي ها الحاله الانسانيه ها الرقم ديال التليفون ديالها ها الكونت بونكير ديالها ها العنوان ديالها ها سميتها ها كنيتها، انا يا زروالي فاعل خير بلديه الحاله الانسانيه الله يجازيكم بخير المحسنين الى ما عاونوها، سدات مدام، اما باش تجي تحط الكونت بونكير ديالك وتحط نيميرو التليفون ديالك ونجمعو عندك حتى الفلوس نحطهم عندك عاد شي حتى اللي بغيتي تعطي تعطي ولا بغيتي تاخذ هاد المساله الاخوان راه ما تدخلش العقل، وثاني حاجه نزيد كل جو باقي ما جاوبتينيش عليه، فاش خدام انت ما تقولش يا كوتش سبورتيف، حيت كوتش كره كنتي تايا كوتش سبورتيف في فرنسا راه على الاقل خاصك تكون تميتريزي لا لونغ فرونسي صافي، خاصك تكون عندك اللغه، وانت كتزيرو حتى في فرنسا عمرك ما نطقتي لينا جمله بالفرنسيه، باش كدرب هاد الناس باش كتريني بيهم؟ زياد زرا دوك كتريني بيهم؟ ورينا سيدي البيلتان دو بي ديالك،
ملي كتخلص ملي انت خدام كود سبورتي ورينا جبد انا غالب نينتاندو باي هالفيرمو كدوز ليا من هاد الشركه اللي خدام فيها الى اخره. انت ما خدام ردام، انت عايش على الصدقات وخارج فيديو دابا كتقول عباد الله وانا كنتحدى البرلمانيين وكنتحدى الفنانه وكنتحدى الجمعويين باش يعاونوا الناس في الاضاحي. هذوك الناس اللي كنتي غتحداهم نتايا راه خاصك تعاون انت من جيبك، خاصك تشري 100 اضحيه من جيبك وتقول لهم فوالا انا الزروالي راني شريت 100 حولي من عندي، ماشي تمشي تسعى في الجوامع وطلب في الجوامع الزكاة وتجمع حصيصة وتضرب هذاك الشيء في جيبك وتشري واحد 20 حولي ولا 30 حولي وتبين على اسف انك فرقتي الحواله وانا كنتحدى البرلمانيين. اذا البرلماني تا هو راه خاصو يخرج يطلب والوزير خاصو يخرج يطلب والرياضيين تا هما خاصهم يخرجوا يطلبوا يمشيو يسعاو تما مع عباد الله باش يجمعوا باش يتنافسوا معاك انت. واش انت كتريزون ولا ما كتريزونيش اصاحبي؟ راه بزاف والله بزاف انت اصلا شفت تعيش في النصابه والمنافقين، ولكن اصاحبي انت بحالك راه ما لقيتش انت، راه خاصني معاك حلقات قد المسلسل ديال سامحيني عاد غنسالي معاك. فكنتمنى الاخوان اي واحد تفرج في هذا الفيديو هذا يورك على ديك جادوغ ويفرقع عليا ديك البارطاج ووصلوا لي هذا الميساج بيه. الله يرحم ليكم الوالدين. كان معكم مركز كيطار، السلام عليكم ورحمه الله.